فقرتنا النهاردة في فقرتنا الحوارية هي عن مبادرة اسمها فرصة جديدة حياة جديدة، ودي للتوعية ضد أخطار المخدرات والمساعدة طبعا في توفير فرص العلاج. ساعدنا في فقرتنا نرحب بضيفنا أستاذ هيثم حسن دردير، أمين التنمية البشرية بحزب حماة وطن بأسوان. أهلا بيك. أهلا وسهلا. كل سنة وأنت طيب يا هيثم. رمضان كريم. احنا خلص في العشر الأواخر، ويعني عدى بجد، عدى والله، عدى بسرعه قوي، وربنا كده يجمعنا برمضان سجيه ان شاء الله. ايه المبادره دي يا هيثم؟ احنا كان عندنا كده توجه في حزب حماة الوطن في اسوان ان احنا نلمس الشارع ونعرف الشارع محتاج ايه والشارع ناقصه ايه، ويبقى قريبين قوي من الشارع، ما يبقاش بس ان احنا يبقى كيان سياسي بس. فلمسنا كده ان اسوان ابتدى يظهر فيها مشكله المخدرات والادمان بين الشباب. فابتدينا نفكر طب احنا هنسيب الوضع كده، الوضع ابتدى يزيد في كتير من مناطق اسوان. فكان في تعليمات واضحه كده من سياده فريق الجلال الحديد رئيس الحزب ان احنا نشوف حلول. فاول الحلول اللي احنا ابتدينا نبص عليها ان احنا اول حاجه نبتدي نوعي الشباب والكبار في مناطقهم، نبتدي نقيس المشكله وصلت لغايه فين، نبتدي نشوف المشكله دي عند اي فئه من الشباب، اي فئه. كافيه التوعيه يا هيثم؟ لا، التوعيه بتنفع قوي في حاجتين، بتنفع في البدايات في بدايه أيوة. المشكله، وبتنفع عشان خاطر المشكله ما تحصلش، ان احنا ننبه الاهالي وننبه الشباب ان ده الحاجات اللي نعملها عشان ما نحصلش في مشكله. بس كده التوعيه لوحدها ما تبقاش طبعا كافيه باي شكل من الاشكال. عشان كده ابتدينا نبص ان احنا الدور ما يبقاش قاصر بس على فكره التوعيه، بس ان احنا نلمس المشكله الاساسيه، المشكله ان انا عندي منابع بتدخل المخدرات، وعندي فرص لازم ياخدها الشخص عشان خاطر ياخد العلاج، خاصه ان فرص العلاج في مصر دلوقتي بقت متاحه، بقت متاحه بشكل كبير جدا في المستشفيات الحكوميه والمستشفيات الجامعيه، لكن التكلفه بتاعتها اصلا مرتفعه جدا. يعني خلينا نبقى برضو واقعيين جدا، تكلفه علاج الادمان وتكلفه ان الشخص يدخل مكان يتعالج في ادمان عاليه جدا. فكان الحزب عندنا كان حريص جدا ان احنا نبص ناحيه ان الشباب او الناس الكبار او البنات او السيدات اللي يقعوا في المشكله دي، ازاي نوفر لهم مكان، ازاي نوفر لهم فرص يدخلوا الاماكن دي، ازاي نزل لهم الاجراءات، ازاي نزل لهم في تعقيدات شويه حكوميه، في اجراءات بتطلب، ازاي نوفرها لهم بشكل اسرع، ازاي نقدر ندلهم، لان في ناس ما بتبقاش عارفه لا هو ياسم، هو المفروض ان احنا كمان ازاي نعلمهم ان ده شيء ما يخجلوش منه، وان ده يعني ابتلاء ممكن يصيب اي حد، لانه في ناس ممكن تخاف انها تقول ان عندها مدمن في البيت. بالظبط. امبارح بالليل كنا بنعمل توعيه كده في مكان في اسوان، فواحد من الحضور راجل يعني ما شاء الله عليه قام كده، هو قال احنا صعب علينا دي، لان هو المكان اللي احنا كنا فيه مكان قبلي شويه، قال لك احنا صعب علينا نودي اولادنا يتعالجوا في مستشفيات او في مراكز عشان ما حدش يقول ان ابننا راح هناك. صح. لان احنا بالنسبه لنا ده عار. ردنا ساعتها كان رد واضح، هو العار ان ابنك يدخل مستشفى ويتعالج او ياخد فرصه علاج، ولا العار ان هو يموت بالمخدر؟ لا هو ممكن يقول لك انا عالجه في البيت. احنا وطبعا ما بتبقاش يعني بتبقى، بس هي فعلا الفكره دي موجوده مش في الصعيد بس، هي في مصر كلها موجوده فكره العار او وصمه المرض ده او وصمه المشكله دي موجوده، خلينا برضو نعترف بيها، لانه لو خبينا وشنا مش هيبقى احنا واقعيين. فرص ان الشخص يتعالج حاليا موجوده، والشطاره ان احنا لما نيجي نتعامل مع الولد المتعاطي او الشاب المتعاطي او الراجل المتعاطي، ان احنا ناخده في فكره ان هو يقتنع بالعلاج، عشان خاطر لو هو ما عملش ده هيبقى عنده مشكله اكبر من ناحيه انه الفرصه قدامه متاحه، ورغم كده ان هو ما استغلهاش، لان هو لو ابتدى ياخد اول خطوه في العلاج بالاقتناع، اقدر لو ما عنديش مكان خدمي او مكان طبي اقدر اعالجه فيه، اقدر بتكنيكات علاجيه معينه اقدر اساعده ان هو يتعالج في بيته، او اوفر له مكان يتعالج فيه خارج المراكز الطبيه بس بشكل او رقابه طبيه. بس اهم حاجه زي ما قلنا احنا، اهم حاجه يكون في اقتناع من ناحيه الاسره نفسها بان عندها مشكله، واقتناع ان هم لازم يحلوا المشكله، واقتناع من الشخص المدمن ان هو لازم يخرج من الدايره دي.
ازاي بقى الاهالي من ضمن بقى التوعيات اللي انتوا بتعملوها، ازاي الاهالي يعرفوا ان عندهم شخص مدمن في البيت؟ من اشهر الحاجات كده هو اللي بتحصل للمدمنين حاجتين: تغيرات في سلوكياته وتغيرات في جسمه. تغير في سلوكياته ان هو بيبتدي مثلا يرفض ان هو يندمج في الحاجات الاجتماعيه، يعني مثلا ما يرضاش مثلا يروح افراح عائليه، ما يرضاش يروح مناسبات، ما يرضاش يروح واجب عزاء، لما نطلب منه مهام كده يرفض يعملها، ما يخرجش من اوضته ساعات طويله، يقفل على نفسه دوره المياه ساعات طويله، ما يرضاش يروح شغله، ما يرضاش يروح دراسته. نبتدي نكتشف حاجات مش متعودين على وجودها في البيت او في اوضته غرفته الشخصيه او في دولابه الشخصي، ان احنا مثلا نلاقي امواس حلاقه، نلاقي امواس حلاقه في الدولاب طبعا، لان في انواع مخدرات معينه بيتم استخدام امواس حلاقه فيها، السرنجات الطبيه طالما هو الشخص ده احنا مش متعودين ان هو عنده مشكله على اساسها بياخد سرنجات طبيه بشكل دايم، فلازم ننتبه ان هو عنده عاده في ايه اللي دخل السرنجه في دولابه. اوراق السوليفان لو حطت في الدولاب وجودها، شخص مش مدخن مثلا وانا عارف ان ابني مثلا مش مدخن، ايه وجود الولاعه طبعا ورقه البفره والسيجاره، يعني لو لقيت علبه سجاير في درجه، لو لقيت ورقه البفره، لو لقيت كبريت او ولاعه، اي حاجات مش متعودين، لو لقيت معلقه معدن في دولابه، دي حاجه برضو في انواع مخدرات بيتم استخدام فيها المعالق المعدن، الحاجات دي كلها من الحاجات اللي تخليني انتبه ان في مشكله. لو دايره صحابه اتغيرت، انا عارف دايره صحاب اولادي وعارف حدود اصحابهم مين، لو لقيت ان في اشكال جديده من الصحاب دخلت، انماط جديده من سلوكياته، هو نفسه اتغيرت، ما هو نفسه هيبتدي بقى يزعق في البيت، يبتدي يتخانق، يبتدي يزعق، الحاجات تتغير تخلينا نقلق. برضو من الحاجات التغيرات اللي ممكن نلاحظها هو نفسه بيبتدي وزنه يتغير، شخص يبقى عصبي يخس طبعا، وزنه يتغير طبعا، بنلاقي علامات تظهر تحت عينيه، يخس ولا يتخن؟ لا، في الاغلب بيخسه، لان هو المخدرات مع الوقت بتدي له فوضى شهيه، فبيبتدي ان هو يفقد كتير من وزنه، وبتبتدي تظهر علامات زي علامات هالات سودا كده تحت عينيه، تبقى كتير قوي، والخسسان بتاعه بيبقى كبير قوي، بيبقاش يعني بيبقى واضح، بيبقى خلاص بيبقى باين ان هو خاسس، مش واحد عامل مثلا نظام غذائي، لا هو خاسس جامد. بيبتدي يبقى ماشي في البيت مش مركز، ببتدي اديله اتكلم معاه هو مش مركز لتعليماتي، مش مركز، احنا قلنا هنعمل حاجه معينه هو مش فاكرها، انتوا ما قلتوليش، ما فكرتونيش، ما حدش قال لي اصلا حاجه، انتوا عملتوني. بيبتدي يحس على طول هو ماشي في البيت بدوخه مستمره، بيبقى مش مركز في الكلام معانا، بيبقى طول ما هو ماشي يعني بينام ساعات طويله قوي، قاعد في مكان ما بيرضاش يتحرك، يقول لك انا مش قادر اقوم، انا مش قادر اتحرك، يفقد بقى شهيته ويفقد قدرته على الحركه وعلى الاستيعاب وعلى الوعي وعلى كل حاجه. طيب مش في تحليلات، يعني مثلا نفترض ان هو بدا مثلا يشك او مثلا خايفين انه ممكن يحصل، هل في حاجه تساعدهم بدل ما هم ياخدوهم معامل التحليل؟ اعتقد في زي التستات، هو في تستات بتبقى بتتحط موجوده في معامل التحاليل، هو ممكن ولي الامر يقدر يجيبها من الشركات والمراكز اللي هي الخاصه بالادوات الطبيه، يقدر يعمل التحليل ده في البيت ويتاكد، بس هو هيتاكد بس ان هو عنده مشكله ولا لا، بس هي الفكره يعني هو بس قدام احنا محتاجين ان الولاد برضو او الشخص نفسه يبتدي يقتنع ان احنا ندخل بقى في دايره العلاج، لان هو في الاول طبعا بيبتدي ينكر كتير، الشخص بيكتب كتير، انا ما بشربش، انا مش بتعاطى، انا كويس، انتوا بتقولوا عليا حاجات مش حقيقيه، بس لما اجي اتاكد ان هو فعلا متعاطي حاجه، لازم بقى ابتدي اقنعه ان احنا بقى ناخد خطوه العلاج عشان خاطر الموضوع اكبر. طب هيثم، حزب حماه وطن هو طبعا اللي اطلق المبادره دي، مبادره فرصه جديده حياه جديده، وانت كنت بتقول من شويه ان العلاج مكلف، هل في المبادرة عملتوا حاجة لتقليل أو في بالنسبة للتكاليف؟ طبعا احنا اللي احنا حاليا الإجراءات اللي احنا ماشيين فيها حاليا ان احنا هيكون بيننا وبين المراكز والمستشفيات الحكومية في مصر اللي تبع لوزارة الصحة وتبع للجامعات، ان احنا هيكون بيننا وبينهم تعاون، ان احنا يبقى نقدر نوجه الشباب والمتعاطين ان هم يلجأوا للعلاج هناك، لان هي تكلفة العلاج في المستشفيات الحكومية والمستشفيات الجامعية والمستشفيات حاليا برضو اللي ابتدت تنتبه للموضوع ده وابتدت تركز عليه قوي، المستشفيات العسكريه،
ان احنا ناخد الشباب ليها، لان هي تكلفه العلاج فيها لا تذكر امام الاماكن اللي هي الخاصه. طبعا. فلانه عايز اقول لحضرتك ان في مستشفيات حكوميه في مصر تكلفه العلاج بتاعه المدمن او المتعاطي بتبقى تذكره العلاج بجنيه واحد. بياخد العلاج وبيكشف وبيحلل وبياخد كل حاجه وبيرجع بيته او يتحجز في المستشفى بقيمه لا تذكر، قصاد ان هو بيبقى موجود 70 يوم داخل المستشفى. والقيمه لا تذكر، لا تعادل واحد على 1000 من القيمه الفعليه للعلاج بتاعه. لكن الاتجاه اللي اتجهه الحزب حاليا ان احنا نبتدي نتحرك ناحيه الناس، ان احنا نوجه خلاص ان احنا انت ما تعرفش المكان او مش قادر توصل له او مش عارف احنا ممكن نعالجك ازاي. احنا دلوقتي يعني البروتوكولات بيننا وبين وزاره الصحه وبيننا وبين المستشفيات الجامعيه ان احنا نوجه الشباب اللي بيلجا للحزب عندنا او الاسره بتلجا للحزب ان احنا نوفر لهم الفرص دي بشكل شبه مجاني. طب والسريه؟ لا، هو السريه طبعا في الموضوع متوفره جدا، لان اللي بيقوم على الدور ده في الحزب عندنا ناس مؤهلين في المجال، يعني ناس شغلهم المجال العلاج الادماني والمجال النفسي، لان القانون واضح جدا في الحته دي. في قانون اسمه قانون 71 سنه 2009، القانون ده هو الخاص برعايه المرضى النفسيين ورعايه المدمنين في مصر، هو بيكفل كامل السريه لاي شخص متعاطي. ممنوع اي حد يعرف اي بيانات او اي معلومات تخص الشخص ده طالما لم تطلبها جهه تحقيق او جهه قضائيه. غير كده ما فيش حد يقدر ياخد اي معلومه عن اي متعاطي. حقيقة احنا بنشوف نماذج كتيره، يعني زي ما نقول متصالحه مع نفسها، وبيكتبوا على الفيسبوك كده يقول لك ان انا متعافي بقالي سنه، متعافي بقالي سنتين، وشجعوني. فاحنا كلنا بنفرح بيهم جدا الحقيقه، فكره ان هو الشخص ان هو يبقى متعافي وان هو فعلا حياه جديده بالنسبه له. يعني امبارح في اللقاء اللي كنا عاملينه في اسوان كان في 3 شباب طلعوا اتكلموا من نفس المنطقه، اهل المنطقه كلهم عارفين ان هم متعاطين، هم بيتكلموا واستعادوا صحتهم واستعادوا وعيهم واستعادوا. قالوا انا بقالي سنه ومبطل، بقالي سنه وشهرين، سنه واربع شهور، وبيتكلم كده انا مدمن متعافي. قلت له لا، انت مش مدمن متعافي، انت بطل، لانك تاخد القرار وتصر عليه وتواجه مشكلتك وتقف تواجه الناس اللي كلهم كانوا شايفينك وانت كم مهمل، الناس كلها بتبعد عنه والناس كلها بتحذر ولادها من يتقرب لك. لحد دلوقتي الناس بتتعلم من اصرارك ومصابرتك وان انت تقف على رجلك وتقف تواجه انا عندي مشكله وحلتها. وده يعتبر احنا بنعتبره اهم حاجه في العلاج يعني. طيب ايه بقى النصائح اللي ممكن نقولها في الاخر؟ النصيحه الاساسيه ان احنا ما نخجلش من المشكله، ان احنا ننتبه لاولادنا في البيوت والازواجنا والزوجات وبناتنا، لانه صح الموضوع بعيد، يعني بدا في البنات كتير كمان. للاسف انتشر كتير جدا. ننتبه ان فرص العلاج موجوده، ننتبه ان انا لو لحقت ابني النهارده افضل ما تبقى المشكله اكبر قدام، ما اعرفش احلها، لان هو الادمان بيوديني في اتجاه امراض نفسيه بعد كده. فان انا انتبه دلوقتي لابني واديله فرصه علاج دلوقتي بسرعه، وان انا انتبه لابني او لزوجي او لبنتي في البيت والاحظ الحاجات اللي عنده وما انكرهاش، وبلاش اقول ان انا ابني ما طلعوش من البيت عشان ما حدش يقول ان انا ابني ما بيشربش، افضل من ان انا اواجه مصير اصعب من الادمان. ربنا يعافي ولادنا كلنا، وشهر رمضان كريم علينا جميعا يا رب. شكرا ليك هيثم حسني دردير، امين التنميه البشريه بحزب حماه الوطن باسوان. شكرا ليك. احنا بهذا اللقاء بنكون وصلنا لنهايه الحلقه النهارده من صباح طيبه. بنسعد دايما لمتابعتكم لينا. كان معاكم فدوى فاروق، والى اللقاء.